إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة وأخرج الناس من الظلمات إلى النور، وترك فينا شيئين اثنين إن تمسكنا بهما منا العزة والسعادة في الدنيا والآخرة، وإن تركناهما منا الذل والشقاء في الدنيا والآخرة، ألا وهما القرآن والسنة، فتمسكوا بهما والله تفلحوا في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أما بعد، أصدق الكلام كتاب الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من المحدثات والبدع والضلال والنار. أما بعد، قال الله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. إي والله، خلق الإنسان ضعيف، لولا رحمة الله ولولا إعانة الله ولولا فضل الله علينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما بالكمال مدلولها، يا لكمال مدلولها، ويا لجمال منطوقها، ويا قوة آثارها، ويا قوة تأثيرها. لا حول ولا قوة إلا بالله، أي إسلام وتسليم، أن تسلم وتسلم أمرك لله كله. لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول لك ولا قوة ولا انتقال من الضعف إلا بالقوة إلا بالله، ولا انتقال من المرض إلى الصحة إلا بالله، ولا انتقال من الفقر للغنى إلا بالله، ولا تحقيق لأي هدف من أهدافك في هذه الدنيا وفي الآخرة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الكلمة العظيمة، هذه الكلمة العظيمة التي قال ابن مسعود: أي لا حول عن معصية الله إلا بعصمته، ولا قوة على طاعته إلا بمعونته سبحانه وتعالى. كلمة عظيمة، كنز من كنوز الجنة، وهي باب من أبواب الجنة أيضا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هي من الباقيات الصالحات التي قال عنها ربنا عز وجل: خير عند ربك ثوابا وخير أملا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ما أحوجنا لها في هذه الأيام، ما أحوجنا لها في هذه الأيام، أن نتأسى برسولنا صلى الله عليه وسلم الذي كان يختم في كل ليلة تهجده بالدعاء بها، فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وكان يوصي بها من أراد أن ينام قبل نومه أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وكان يوصي بها ويقول من تعار من الليل أي قام بالليل قلقا أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا دعا بأي دعاء استجاب الله له بها لا حول ولا قوة إلا بالله. كانت على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم يعلمها لأصحابه، فقد قال يوما لصحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الله بن قيس قلت لبيك يا رسول الله، قال ألا أدلك على كلمة كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمي، قال أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهي الكلمة التي أوصى بها إبراهيم عليه السلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج، قال يا محمد أبلغ أمتك أن يكثروا من غراس الجنة، فقال له وما غراس الجنة؟ قال أن يكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل وقت وفي كل حين، لا حول ولا قوة إلا بالله تكفر عنك خطايا كلها. فقد سمع نبينا صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة يرددها فقال لقد ملأ هذا كفيه من الخير الكثير بكلمة واحدة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأوصى بها نبينا صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقال حينئذ يقول له الملك حينئذ قد هديت وكفيت ووقيت، وتتجنبه الشياطين كلمة تعطيك الوقاية الثلاث، تعطيك الحماية. فلماذا نبخذ على أنفسنا بأن نرددها في كل حين وفي كل وقت؟ إنها تزيل الهموم، إنها يا عباد الله تزيل الهموم وتمحو الخطايا وتجعلك تلجأ إلى الله، فمن لجأ إلى الله فمن يكون عليه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهناك مفهومان خاطئان عند كثير من الناس حول كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أول هذا المفهوم استخدامها في موقع خطأ، وهو عند الإصابة في مصيبة، فإن كثير من الناس يسترجع عند إصابته في أي مصيبة فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهذا موقع خطأ. الاسترجاع يكون بأن إن لله وإنا إليه راجعون، أما لا حول ولا قوة إلا بالله تكون عند القدوم على عمل حتى يكون لك من الله سندا ونصيرا. والخطأ الثاني أن يكتفي الإنسان بقول لا حول إلا بالله، وهذا خطأ، يجب أن تكملها وأن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، ما أحوجنا في هذه الأيام أن نرددها وأن نعيدها وأن نعمل بها وأن نلجأ إلى الله، ما أحوجنا في هذه الأيام أن تكون هذه الكلمة على ألسنتنا ليل نهار، أن تكون هذه الكلمة وهذا الدعاء أن نردده في كل حين، ونحن ما نحن فيه في هذه الأيام، وما يحيك بإخواننا في غزة وفلسطين وهذا المصاب الجلل، فلا تبخلوا على إخوانكم
وعلى أنفسكم بأن ترددوها في كل حين، وأن تلجأوا إلى الله حتى يكون سندا وعونا لهم، وأن ينصرهم إن شاء الله عاجلا وليس آجلا، وإلا النصر آت آت بإذن الله تعالى. فأكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أكثروا منها قولا وعملا، أكثروا منها وأنتم واثقون بأن الله سيساندنا، بأن الله سيكون لنا عونا على أحفاد القردة والخنازير بإذن الله تعالى. أكثروا يا عباد الله من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، واستعينوا بها في نصرة إخوانكم ونصرة دينكم ونصرة أنفسكم على الشهوات وعلى المعاصي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم على الطواغيت والجبابرة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم على المنافقين والمتخاذلين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم على اليهود والصليبيين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.